بتقبض كام؟ 3000، 5000، 7000، حتى لو 10000. مصطفى بكري بيقولك انسى تعيش بيهم، وساويرس بيقوله شلولو يا شلولو. اه والله زي ما سمعت كده. السؤال بقى ايه اللي بيحصل؟ والأهم من ده كله، الرئيس عبد الفتاح السيسي رأيه ايه في المرتبات؟ خليكم معانا هنقول لكم كل التفاصيل. احنا اللي تربينا على البتاو والمش والشلولو، وقادرين نستحمل تاني علشان نقف مع مصر، وواثق بإذن الله بعد ما أخدنا درس من سنوات هنعدي. ده اللي قاله مصطفى بكري في برنامجه وهو بيتكلم عن جنون الأسعار والأزمة الاقتصادية. وطبعا حاجة زي دي ما تعديش على نجيب ساويرس، خصوصا بعد خناقة التطبيل اللي حصلت ما بينهم على تويتر. ده ساعتها مصطفى بكري رد على ساويرس وقال له اللي هرب أموال مصر للخارج ما يقدرش يقول لنا ازاي ثروته عدت مئات المليارات، مع انه ما كانش يمتلك في التسعينات غير 5 مليون جنيه. مش من حقه بقى يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن. علشان كده ساويرس شير كلام مصطفى بكري عن البتاو والمش وقال له شلولو يا شلولو. بس مصطفى بكري كمل في طريقه، لكن المرة دي كان كلامه عن الحكومة، لما قال احنا مش بعاد على الناس، وبنزل لأهلي في قنا بشكل مستمر، وبتحسر على أحوال الناس ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة. إحنا أمام واقع مر فرضته علينا ظروف كبيرة، إنما نقعد نغني ونبكي ونهد في الدنيا ولا نفكر إزاي حكومة تقدر إن أنت تقفي مع الشعب بكل قوة، وإزاي يا شعب تحط إيدك في إيد بلدك. هتستغرب أكتر لما تعرف رأي الإعلام الشهير في المرتبات. مصطفى بكري قال لازم نشوف حل للطبقة المتوسطة، يعني الموظف اللي بياخد 6 أو 7 أو 10 آلاف جنيه مش هيعرف يأكل ويشرب ويلبس ويدفع فلوس المدارس ويدفع الكهرباء والغاز. انا حاطط شويه اقتراحات اتمنى من كل مسؤول ياخدها بحسن نيه، تتمثل في اغاثه عاجله للفقراء والمهمشين، وبرامج حمايه اجتماعيه زياده بقى علشان ننقذ الناس امام جنون الاسعار. في نهايه كلامه اكد اننا محتاجين نرد للطبقه المتوسطه الاعتبار، كل الجهات تحاول انها تقعد وتجتمع علشان تشوف طريقه تستر بيها الناس لغايه ما تتحسن الاحوال، لان الدوله عليها مسؤوليات كبيره. على فكره مش مصطفى بكري بس اللي اشتكى من المرتبات، الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي الاخير قال ان المرتبات تعبانه. ايوه تعبانه. مش بس كده، الرئيس قال للمصريين والله العظيم بكلمكم من قلبي، اقل من 10000 جنيه لاي حد ما يعيش. هتقول لي طيب انت بتعمل مينا ب 40 مليار جنيه، لازم اكون متوازن، غيري اكل وشرب وسابها على الحديده. المصاري الحالي اكبر من اي حد، لازم اشتغل على كل قطاعات الدوله. حد يقول لي مهتم بالحديد والأسمنت؟ طب والبشر؟ مهتم بكله. بعد آخر زيادة المرتبات دلوقتي الحد الأدنى في الحكومة 3000 جنيه في القطاع الخاص 2700 جنيه. بس انتوا بقى بتقبضوا كام؟ وعلشان تعيشوا كويس محتاجين مرتب شهري قد ايه؟